تمام يا مس. طيب ان شاء الله النهارده هنعمل ايه؟ احنا كده خلصنا الحصه اللي فاتت الواحده الاولى، هنبدا ان احنا نراجع على الدرس الاول، هنقول الحاجات النقاط المهمه فيه، تمام؟ بعد كده هنبدا ان احنا نحل اسئله من اسئله الامتحان. احنا حلينا شويه بس ما كملناهمش، فعايزين نحل اسئله تاني من كتاب الامتحان. طيب يلا بينا نبدا. الدرس الاول كان بيتكلم عن الحركه في اتجاه واحد. لو انا هقول لمحمد يعني ايه الحركه يا محمد؟ محمد سامعيني؟ طيب معاك يا مس، بس كنت برد على فاطمة مس. طيب يلا بينا نبدأ. أنا بقول لك، عايز أسألك يعني إيه الحركة؟ تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور تمام، الزمن. مرور الزمن، ممتاز. يبقى الحركة تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر، يعني كان الجسم معايا واقف هنا، بعد مرور زمن معين الجسم انتقل للحتة دي، ده معناها إن دي حركة. تمام، اتكلمنا بعد كده عن الحركة في اتجاه واحد. تمام، كان ايه انواع الحركة في اتجاه واحد يا ياسين؟ حركة المتر، حركة ايه كمان؟ القطر، حركة القطار. تمام، قلنا قبل كده ان ممكن المسار اللي بيتحرك فيه الجسم يكون في مسار واحد، يا اما خط مستقيم او خط منحني او الاتنين مع بعض، صح؟ صح تمام، صح اتكلمنا بعد كده عن السرعة. عرفنا ايه تعريف السرعة يا محمد؟ السرعة المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن المعدل الزمني. تمام، المسافة المقطوعة خلال وحدة زمن، يعني يا مس انا اقدر اقول العربية سرعتها كام لما اشوف هي مشت مسافة قد ايه وقطعت زمن قد ايه. تمام، ايه وحدة قياس السرعة يا عبد الرحمن؟ ياسين متر على الساعة، او ايه كمان؟ كيلومتر على الساعة. أو كيلو متر لكل ساعة. طيب اتفقنا بعد كده إن احنا ناخد بالنا، متر على الثانية كده، كيلو متر لكل ساعة يا مس كده، بيلخبطنا ازاي في الامتحان أو في الاختيارات بإن احنا يحط لنا يشيل لنا علامة العلى دي ويحط لنا نقطة، النقطة دي معناها فيه، معناها كيلو متر في ساعة، لا ده غلط، الصح هو كيلو متر لكل ساعة، نبهنا على النقطة دي. تمام يا مس. تمام، نكون فاكرينها. طيب بعد ما خلصنا السرعة وعرفنا يا ميس تعريفها وعرفنا وحدة القياس بتاعتها، عايزين نعرف العلاقة وحدات القياس كلهم والتحويلات. مين فاكر التحويلات اللي أخدناهم؟ يعني عايز أسأل سؤال، أيوة. ممكن أسأل ياسين. ياسين أنا معايا 300 سنتيمتر بيساوي نقط متر، 3 متر. 3 متر، عملتها إزاي بقى؟ عشان المتر السنتيمتر أصغر تمام فنقسم على 100. تمام يعني السنتيمتر أصغر، احنا اتفقنا يا مس من الصغير للكبير بنقسم، لكن من الكبير للصغير بنضرب، يعني الكبير دايما يضرب الصغير. طيب لو هسأل محمد، معانا يا محمد 1500 متر يساوي نقط كيلو متر، 1500 متر ب 1500 في 1000 يمس 1500 متر يساوي قد ايه كيلو متر؟ ال 1500 يمس اللي هي كيلومتر مين اكبر؟ بالراحه عشان ما تلخبطش يا محمد، مين اكبر الكيلومتر ولا الكيلو المتر؟ الكيلومتر الكيلومتر. طب انا عايز احول من الصغير هنا من المتر للكيلومتر، يبقى العلامه هتكون ضرب ولا قسمه؟ من الصغير للكبير. لا يمس، يبقى ضرب من الصغير للكبير الجسم يمس. جسمة، هنقسم على كام بقى؟ هنقسم على 1000 عشان كم. صح، هنقسم على 1000، من المتر للكيلومتر هنقسم على 1000، يبقى المفروض 1500 متر لما نقسمهم على 1000 هتديني 1.5، 1.5 صح كده؟ الآلة الحاسبة صح قدامنا يعني. عشان نتعلم نستخدم الآلة الحاسبة. أي بس تمام، طيب لو سألت سؤال تاني، قلت إن أنا معايا يا ياسين 2 ساعة يعني ساعتين، تمام، بيساوي نقط ثانية، تمام، هنحول ممكن نحول اللي هو نحول الساعات لدقايق وبعدين نحولها لثواني. طيب بتعمل ايه؟ هنضرب الساعة في 60 تطلع 120، بعدين تمام نضرب في 60 ثاني عشان تطلع ثواني.
تمام، برافو عليك. بقى انت ضربت مرة في 60 فطلعت 120، ايه 120 دقيقة. طب انا عايزة ماشي احول دي الدقيقة لثانية، فاروح اضرب ال 120 دي كمان مرة في كام؟ في 60. تمام، ممتاز ده جدا يا تطلع ياسين. 720 ثانية. لا لا 120 أكتر، ثانية، 7200. 7200. ايوه كده، 7200 ثانية. طيب ممتاز، دي جزء من التحويلات اللي كانت بتجيلنا. طيب لو جبت سؤال تاني لمحمد، انا عندي يا محمد مثلا معاك يا مس، 50 كيلو متر تمام لكل ساعة، تمام عايزة يساوي نقط متر لكل ثانية. خمسين كيلومتر كل ساعة، من الصغير يا مثل الكبير يبقى نضرب. من الكبير للصغير بنضرب، هحول من الكيلو متر لكل ساعة لمتر لكل ثانية، يبقى نضرب. نضرب في كام بقى؟ 50%. 50%. فكر تاني كده. متر يا مثل المتر، متر على الثانية يا مسا، يبقى 50 في 60. 60. طب افتحوا الكاميرا، عايزاكم تفتحوا الكاميرا انتوا الاتنين، ياسين ومحمد. تمام ياسين، تمام كده. دلوقتي انا هحول 50 كيلو متر لكل ساعة يا محمد، انا ما قلتش كيلو لوحده ولا قلت زمن لوحده، انا بقول سرعة. كيلو متر لكل ساعة دي سرعة، المفروض ان احنا لما بنحول من الكيلو متر لكل ساعة لمتر لكل ثانية يا مس برضو سرعة، بنضرب في كام يا ياسين؟ نضرب في 10 يمس، لا، 5 على 18، 5 على 18 يا محمد، 5 على 18. 5 على 18، قلنا بنضرب في 5 على 18، نلاحظ ان دي سرعة، كيلو متر لكل ساعة دي سرعة، متر لكل ثانية دي سرعة، فانا هضرب في 5 على 18. طيب سؤال تاني برضو لمحمد، انا عندي 400 كيلو متر لكل ساعة احولها لمتر لكل ثانية، هنعمل ايه يا محمد؟ 400 نقول 400 على 400 في 5 على 18 برضه يمس. تمام ممتاز، يبقى انت كده فهمتها، هنقول 400 في 5 على 18 على طول. طيب دي كانت التحويلات اللي احنا اخدناها قبل كده في الدرس الاول، تعالوا نكمل. كمل. ايه تاني اللي اخدناه؟ اخدنا العلاقة ما بين المسافة والعلاقة ما بين السرعة، أخدنا العلاقة ما بين السرعة والعلاقة ما بين الزمن. تمام؟ طيب أنا لو سألت سؤال وعايزة حد يحله لي، بس محتاجين نشوف مين أكتر واحد فيكم كان مركز معايا ومذاكر صح. طيب السؤال بيقول إيه اللي هيحصل للسرعة؟ إيه اللي هيحصل للسرعة لو زادت المسافة للضعف مع ثبوت الزمن؟ تاني، إيه اللي هيحصل للسرعة لو إيه؟ لو زادت المسافة للضعف؟ هتزيد السرعة يا مس، مع مين؟ مع ثبوت الزمن، يعني الزمن زي ما هو. هتزيد المسافة للضعف. هتزيد المسافة؟ اه أنا بقول إيه اللي المسافة هيحصل للسرعة لو زادت المسافة؟ السرعة تزيد للضعف. طب إزاي ده؟ بقول لك يا مس، السرعة تزيد للضعف أيوة ماشي، السرعة هتزيد عشان للضعف، مين المسافة يقدر كل ما يحلها تزيد. بأمثلة وأرقام يفهمها لي؟ بأمثلة وأرقام زي ما أخدنا في أول درس. ياسين؟ تجرب؟ سنة. طيب هو خليك كاتب زيت المسافة للضيف مع ثبوت الزمن، وعايز السرعة برضو. ايه اللي هيحصل للسرعة لو زادت المسافة للضعف مع ثبوت الزمن؟ قلنا المسائل اللي زي دي سرعة بنحط تزيد احنا للضيف، ارقام من عندنا. اتفضل يا ياسين. ها السرعة تزيد للضيف عشان بينهم علاقة طردية. ماشي صح، السرعة هتزيد للضعف عشان بينهم علاقة طردية، تقدر تديها لي بارقام؟ يعني تقول لي يا مس الحالة الاولى اهي، تمام. نفترض مثلا ان المسافة كانت بكام؟ كانت ب100 مسافة والزمن بمية متر، ثابت كان الزمن 10 ثواني، 10 ثواني. اوكي معاك. عايز سرعة بس، وبعدين المسافة زادت للضعف والزمن فضل ثابت، فالسرعة هتزداد للضعف.
تمام حلو. يعني الحالة التانية انت بتقول ان المسافة هتبقى بكام؟ لا بقول على الحالة الأولى اللي هو لو المسافة زادت للضعف تمام، زادت للضعف. ال 100 متر دي بقيت كام؟ 200 متر. 200 والزمن في المسألة بيقول لي مع أكبر سكوت كمان الزمن، يعني الزمن زي ما هو 10 ثواني. تعال نحسب السرعة بسرعة هنا جدا ونحسب فعلا. السرعة هنا. السرعة هنا بتساوي ايه؟ سواء هنا تساوي متر مسافة على الزمن تبقى 10 متر يعني أصلا. 100 متر على 10 فيها 10 متر لكل ثانية. طب والسرعة هنا؟ هنا متر لو المسافة على الزمن 200 على 10 20 متر على الثانية. 20 متر على الثانية. 20 متر لكل ثانية. ايه اللي حصل للسرعة يا محمد؟ زادت السرعة بس زادت لإيه؟ للضعف. اللي حصل 10 متر للسرعة إن هي زادت يا للضعف، تمام؟ دي. أيوه ماشي، أنا فاهمة إن أنت قلت هتزيد تمام للضعف، بس أنا بقولك إزاي؟ اثبت الكلام إن كلامك صح، اثبت لنا إن كلامك صح، إن هي فعلا هتزيد للضعف، فاهم قصدي؟ إحنا مش قلنا المسائل زي تمام كده بنحط إحنا فيها أرقام يا مس عشان نتأكد إن إجابتنا صح. طيب، ده تمام كله أخدناه المرة اللي فاتت، اللي أخدناه في الدرس الأول، وعرفنا العلاقة اللي ما بينهم. العلاقة كانت ما بين المسافة والسرعة علاقة إيه؟ طردية. علاقة أكثر طردية طردية. بس وما بين السرعة والزمن عكسية. عكسية. ممتاز. أخدنا أنواع السرعة، إيه كانوا أنواع السرعة؟ محمد. السرعة منتظمة والسرعة أيوه، غير منتظمة. سرعة غير منتظمة، إيه الفرق ما بينهم يا محمد؟ السرعة المنتظمة مثلا هو يمشي بانتظام، يعني إيه بانتظام برضو؟ يعني مثلا ده واحد ماشي قدامه ب5 ثواني، اللي جنبي برضه ماشي ب5 ثواني. ماشي، 5 ثواني. طيب والمسافة؟ مش واضحة معايا الفكرة قوي، وضحها لي أكتر. يعني طب مش قول لي مثلا تعريف السرعة المنتظمة، السرعة المنتظمة، إيه تعريفها؟ ثانية واحدة مش بس فكرة ثانية. ثانية واحدة بس. طيب السرعة المنتظمة كانت عبارة عن إيه؟ إن الجسم بيقطع مسافات متساوية في أزمنة مالها؟ متساوية. في أزمنة متساوية. دي السرعة المنتظمة يا ياسين، مسافات متساوية في أزمنة متساوية. الغير منتظمة أخدنا ليها حالتين، قلنا يا مس يا إما الجسم هيقطع مس مسافات مختلفة في أزمنة متساوية. بصوا كده، 5 متر، 7، 9، 10 في أزمنة متساوية كلهم ثانية واحدة، أو العكس هيقطع المسافات متساوية، بس مين اللي اختلف وقتها؟ الأزمنة. تمام؟ ده كانت السرعة المنتظمة والغير منتظمة. طيب نفتح كلنا الكتاب بقى عشان نبدأ إن إحنا نحل مسائل ونحل أسئلة. السرعة المتوسطة صح؟ ياسين عرف لنا السرعة المتوسطة. المسافة الكلية على الزمن أيوه كله، صح. كمل، المسافة الكلية على ايه؟ مسمعتكش. على الزمن الكلي على الزمن الكلي. ممتاز. طيب وحدة قياسها كانت متر على السنة. متر لكل ثانية. طيب بعد كده هنتكلمنا عن السرعة النسبية. يعني ايه السرعة النسبية يا محمد؟ السرعة النسبية محمد محتاجك تشد حيلك معانا شوية. يعني مثلا ما اعرفهم بس انا متلخبط بين بعضيهم. طيب السرعة النسبية عبارة عن إيه؟
عبارة عن سرعة جسم بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. فاكرين لما كنا بنرسم هنا مثلا العربية أو القطر في حد بيراقبها، المراقب ده كان ممكن يكون يمس بيمشي معاها في نفس الاتجاه أو عكس الاتجاه أو قاعد مكانه ثابت، صح؟ طيب صح يا مس. قلنا لو الجسم يمس ثابت المراقب ساكن، يبقى المفروض إن السرعة النسبية للعربية دي بتساوي السرعة الفعلية. فاكرين؟ طيب فاكرين السرعة يا مس؟ النسبية بتساوي الفعلية امتى؟ لو المراقب ساكن، حدد لك وقال لك المراقب ساكن. طيب لو المراقب متحرك، يعني انا عندي بيتحرك عكس الاتجاه، يبقى السرعة النسبية بتساوي ايه؟ ادي ده المراقب مثلا وادي الجسم المتحرك، هما الاتنين عكس الاتجاه، واحد رايح يمين التاني رايح شمال، السرعة النسبية بتساوي ايه بقى؟ بتساوي مجموع السرعتين دول، يعني مجموع السرعة الفعلية بتاعت العربية دي ومجموع زائد سرعة مين؟ سرعة المراقب، صح كده؟ أيوة يبقى لو عكس صح الاتجاه يا مستر. بنجمع. طيب لو هما الاتنين في نفس الاتجاه بس بسرعات مختلفة، هما الاتنين يمس في نفس الاتجاه بس بسرعات مختلفة، كانت أنا السرعة النسبية ايه؟ طرح السرعتين من بعض تمام، ممتازة يا هم ياسين، كانت الاثنين طرح السرعتين مع بعض، يعني هنطرح السرعة الفعلية من سرعة مين؟ يعتبروا المراقب. تبقى تمام، صفر. طيب امتى يمس تكون بصفر؟ انت قلت يا محمد بصفر، قول لي بقى امتى السرعة النسبية تكون بصفر؟ لما يكون ماشيين في نفس الاتجاه متساويين. ماشيين بنفس الاتساع الاتجاه قصدك، وبسرعتين متساويين يعني بنفس السرعة، صح كده؟ بسرعتين متساويين تمام، يبقى صح. السرعة النسبية بصفر، ممتاز. طيب كده خلصنا السرعة النسبية، احنا يعتبر قلنا اهم النقاط اللي موجودة في الدرس الاول. نفتح الملخص بتاعنا عشان نبدأ نحل مع بعض. احنا اخدنا الصفحة دي واجب صفحة كم؟ فحليناها، صفحة 30 حليناها، صفحة صح؟ كم؟ 30. 23 نص 30 الخط، حلينا حليناها واجب، المفروض حلينا اتاخدت قبل كده. تمام، الصفحة اللي بعدها، حلينا 20 اللي بعدها يلا بينا نحلها. 31 هنبدأ بياسين. تمام. الجسم الذي لا يتغير موضوعه بمرور الزمن سنة. على مهلك، جسم لا السكن يتغير موضعه. الجسم ايه؟ ايوه قلتها، السكن الساكن، برافو. محتاجه ان انتوا تفتحوا الملخص وثبتوا الفون ونمسك نحل مع بعض، اوكي؟ عشان تركزوا فتح في كل سؤال بيتجري. تمام يا محمد، فاتح الملخص. فتح يمس تمام، معاك القلم وبتكتب، ثبت الفون شويه، ثبته ما تبقاش ماسكه بايدك. ايوه كده، ممتاز، يبقى يمس الجسم الساكن. طيب رقم 2، يلا يا محمد. أنا مش معاك. سؤال رقم 2، قال المسافة المقطعة خلال وحدة الزمن ده السرعة النسبية. سرعة نسبية. أيوة بس مسافة خلال وحدة زمن، ما جيت المسافة اشتريت النسبية مراقب انا، يبقى المفروض ايه؟ دي سرعة بس. سرعة طيب المعدل الزمني للتغير في المسافة. أي تمام مس ياسين، دور ياسين. السرعة بقى السرعة برضو، ممتاز. حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن يا محمد. حاصل ضرب سرعة الجسم حال حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في أي مس الزمن، انت مش فاتح الملخص معايا؟ الزمن مس الملخص اوكي، طب يلا. حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن. نبي بسطها نستنى شوية، بس المطلقة. اشرحها لنفسك. اتفقنا ان لو في سؤال صعب مش فاهمينه نبسطه لنفسنا. انا عندي هنا كانت أنا مسافة، بس عندي هنا كانت سرعة، وعندي هنا كانت زمن. انا بقول لك ايه هو اللي حاصل ضرب السرعة دي في الزمن؟ مين؟ المسافة المسافة. تمام، ممتاز. يبقى الأسئلة اللي زي كده لسه نشرحها لنفسنا، نحاول نبسطها لنفسنا عشان نوصل للإجابة صح. أوكي يلا ياسين. حاصل ضرب نصف مقدار سرعة الجسم
متحرك في ضعف مقدار الزمن الذي يتحرك فيه. سؤال أنا مهنة. ودي عايز علاقة يعني؟ لا هو مش عايز العلاقة اللي ما بينهم، عايز المفروض أنت لما تيجي تضرب السرعة في الزمن بس كده، مسافة. المسافة خلصت. هو بيقول لك حشو ضرب نصف مقدار السرعة، الجسم المتحرك في ضعف مقدار الزمن. لو نيجي نعملها يعني نص يا مس بكام؟ بالضعف اللي هو في 2، هي المسافة. تمام. طيب يلا بعد كده محمد. السرعة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما يقطع مسافة متساوية في أزمنة متساوية، دي السرعة المنتظمة. السرعة المنتظمة. ممتاز. السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة غير متساوية، في أزمنة متساوية، السرعة الغير منتظمة. الغير منتظمة. تمام. السرعة التي لو تحركت بها الجسم لو تحرك بها الجسم لقطع مسافة متساوية في أزمنة غير متساوية، اللي هي إيه مش دي؟ السرعة برضه الغير منتظمة صح؟ الغير اللي هي منتظمة صح. الشيء الذي يتحرك بسرعة ثابتة في الفراغ، الضوء. الضوء. تمام. خارج قسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك على الزمن الكلي، السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة. تمام. السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن، اللي هو لما يكون الجسم ساكن. لو تحرك بها الجسم، ما ينفعش الجسم ساكن عشان بيقول لك يتحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن، هي أصلا تعتبر محلولة. فمهلك ايه نوع السرعة اللي بتقطع نفس المسافة في نفس الزمن ما بتغيرهاش؟ يعني مسافات متساوية في أزمنة متساوية. السلام عليكم. السرعة المنتظمة. اكتبها. هو دي برضو الإجابة، السرعة المنتظمة هي اللي بيتحرك بيها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. تمام. حالة المراقب عندما تتساوى السرعة نسيت النسبية سؤال مع يا السرعة. محمد، أمس نسيت سؤال. سؤال رقم 12، سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك، السرعة نسبية. السرعة النسبية. تمام. حالة المراقب عندما تتساوى السرعة النسبية مع السرعة الفعلية يكون ساكن. برافو عليك، بيكون ساكن. طيب يلا السؤال أكمل. إذا تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر سبب مرور الزمن، يقال إنه في حالة في حالة إيه؟ لو تغير ثانية بس ماشي على مهلك أهو. مرور الزمن مش يعني حالة حركة حالة تحرك. حركة. في حالة حركة. تمام صح؟ تمام يا مس. مسار الحركة اتجاه واحد قد يكون أو كلاهما معا في خط مستقيم أو غير مستقيم. خط مستقيم أو منحني قصدك صح؟ تمام صح. تزداد يمس سرعة الجسم المتحرك عندما نقطة الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة. عندما يقل يقل الزمن لقطع مسافة معينة. تمام صح يا محمد. وريني الكتاب قدامك. حاضر يمس. تمام. مش بتحل يعني؟ معلش يا مس، بس القلم اللي معايا مش عارف اخوتي والدفاع. طب شوف قلم تاني وتعالى، لازم تحل معانا وتكتب ملحوظات تفهم بيها الأسئلة.
الجامد اللي معايا ده مش شمال في كتاب غير بقلم اسود، عشان الجامد التاني ما شمال في كتابه. يعني مش معاك قلم تاني في البيت يا محمد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ معايا مس بس معايا بس انا جايبه الاقلام الوان اللي هي مش اسود بس. ماشي يا محمد، يلا يا سيف. معلش تمام، ابقى إذا اكتبهم يمين بالرقم لك. ماشي. إذا قلت المسافة التي يقطعها الجسم للنصف وقل الزمن للنصف فإن السرعة للجسم تظل ثابتة. تظل ثابتة، تيجي تثبت لي إن كلامك صح؟ تمام. يلا وريني هتعمل إيه؟ إن مس مثلا لو كانت المسافة ب 100 مية، والزمن 5 ثواني. بلاش 5، خلي الزمن مثلا حاجة، خليه 10 عشان تقبل الاسم. وبعدين يا مس عشان نجيب السرعة بتاعتهم هنقسم المسافة على الزمن اللي هي تطلع 10 متر على الثانية. ممتاز، 10 متر على الثانية، دي الحالة الأولى. بعدين وبعدين لما هما الاثنين يقلوا النص أيوة هتبقى المسافة ب 50 متر والزمن خمسة، ب 5 ثواني. هنيجي نقسمهم ممتاز، على بعض هيطلع 10 متر على الثانية برضه. تطلع السرعة وهي هي 10 متر على الثانية. يعني المفروض يمس إن السرعة هتظل مالها. ثبت. طب تمام، ممتاز كده، أنت اتأكدت إن إجابتك صح. بس احنا هنكمل في صفحة 31 32 صح؟ اه، الصفحة اللي بعدها على طول. إذا استغرق الجسم نصف الزمن لقطع ضعف المسافة فإن السرعة تساوي. نقط قيمة السرعة الأصلية للجسم. ثانية مس واحدة بس مفتقر. ثانية واحدة بس واحدة. تساوي نقطة ارتفاع بس مش عارف. طب ايه رأيك يا ياسين في المسألة دي؟ عارفها؟ ثانية. هي على فكرة المسألة دي محتاجة ان احنا نثبت الكلام ده، وده المسألة اللي انا كنت بحضركم منها. ازاي نثبت الكلام ده؟ نحط ارقام من عندنا. مش عارفة أمس المسألة دي. طيب ياسين، هو عارفها طب ضعف. اتفضل يلا. قصدي أجاوب ولا أعمل الأرقام؟ لا جاوب، ضعف. الضعف، اعمل الارقام، اثبت بقى ان كلامك صح. ده هنقول مثلا إن هو برضو 100 متر في 10 ثواني، مثلا 100 متر مسافة في 10 ثواني، اوكي وهنجيب السرعة بتاعتها تطلع 10 متر على الثانية. ممتاز. وبعدين 10 متر كم؟ الزمن يقل للنص يعني تبقى 5 ثواني، والمسافة 5 ثواني، تتضاعف ب 200 ثانية، قصدي 200 200 متر. سم، 200 متر. تمام، يبقى خمسين على السرعة خمسة بكام؟ تمام 40. فيها 40، 200 على 5 فيها 40. تمام، بص بقى، بيقول لك ايه اللي حصل لسرعته بالنسبة لسرعته الأصلية. دي السرعة الأصلية اللي هي كام؟ 10، ودي بقيت ب 40، يبقى المفروض زادت للضعف ولا زادت للثلاث أضعاف؟ زادت للضعف من الصح. زادت 4 أضعاف بس. 4 أضعاف. أيوة مش كانت 10 بقت 40. يعني المفروض مثلا زادت 4 مرات. أيوة طب ما هي لو زادت 4 مرات هتبقى 50، ما هي أصلا 10، صح؟ بس الزامس زادت 3 أضعاف من أنت بتقولي إيه؟ هي كانت السرعة 10، إيه اللي حصل لها؟ يا مس السرعة بالنسبة لما انت نقصت الزمن للنص وزودت المسافة للضعف، فإن سرعته تساوي نقط بالنسبة للسرعة الأصلية بتاعته. هي المفروض إن هي زادت، لا زادت لك قد إيه؟ 3 أضعاف ولا 4 أضعاف؟ هي أصلا 10، لو أنت قلت إن هي زادت ل4 أضعاف، قلت يعني 4. ماشي 4 أضعاف، زود على 10 دي 4 أضعاف، تبقى كام؟ 40. 40. ماشي يا سيدي، صح، 40.
طيب يلا سؤال رقم 6، المفروض هيبقى دور يعني مين؟ كده تساوي 4 أضعاف صح؟ تمام، 4 أضعاف سرعته الأصلية. محمد. يس هل نايمس؟ اه عندما قد تقدر المسافة بالمتر تكون وحدة قياس السرعة متر على الثانية. متر على الثانية. ممتاز. قطار طوله 150 متر يسير بسرعة 50 متر على الثانية، فإن الزمن اللازم لمروره كاملا أمام عام كاملا أمام عامل المنزلق، المنزلقان يساوي نقط. المنزلقان يساوي نقول يا بس قانون السرعة اللي هو المسافة على الزمن، ممتاز. وبعدين نجيب منه قانون اللي هو الزمن ذات نفسه بيساوي ايه؟ اللي هو هيبقى المسافة على السرعة اللي هو 150 على 50، يعني هيقطع كل ده في 3 ثواني. طيب هو انت جبت من فين المسافة؟ هو كاتب 150 متر، بجد؟ ما هو قايل طوله 150 متر. طب ماشي، ده قايل طول القطر، وطول القطر هيعتبر هو المسافة. بس مش عايز سنة. بالراحة، شوف انت حليت ازاي، امشي خطوة خطوة، يمكن يكون كلامك انت صح. لا صح، بس ايه رأيك يا محمد؟ ايه مش معاك. لو اقترب طوله 150 متر يسير بسرعة 50 متر على الثانية، فإن الزمن اللازم لمرور لمرور ومرور كامل، المفروض الزمن هيساوي كام؟ 3 ثواني. الإجابة صح، هي فعلا 3 ثواني، بس ثلاث احنا ليه ما ثواني بس. قلناش؟ ماشي تمام، ليه ما قلناش بس ده هو جايب له طول القطار، طول القطر، ما جايبليش المسافة اللي هيمشيها. فانا هو حدد اللي هو بيقول الزمن لازم لمروره امام للمنزلقات لمروره كاملا، لمروره وكامل. كاملا يعني ايه؟ 120 ال 150 متر كاملين يمشوا. طب لو ما قلناش ايوه دي مش هو يبقى جايب كده المسألة للسرعه اللي غلط. هنشيله. تمام، طيب لو ما قلناش لمروره كاملا يعني ال يا مس 150 متر. ايه يا محمد؟ ده هو مش جايب بالسرعه اللي هيمشيها، هو جايب السرعه اللي هيمشيها مش جايب هو جايب السرعة، المسافه، هو واحنا جايب فهمنا ان المسافة المفروض 150 متر. ليه؟ لان يعني طول يا مس القطار 150 متر، المفروض ملوش علاقة، بس هو حدد لك هنا قال لك علشان يمر كامل، يبقى عشان ال 150 متر دول يمروا يبقى المسافة 150 متر. فهمتها كده يا ياسين ولا جت معاك بالحظ؟ تمام. أمس تمام يا حبيبي، يلا السؤال اللي بعده. إذا تحركت سيارة لتقطع مسافة مقدارها 20 متر كل ثانية، فإن تحركها بسرعة يعني تقطع 20 متر كل ثانية تمام، يبقى منتظمة. فإنها تتحرك بسرعة مقدارها نقط. ماشي، هي سرعة منتظمة، مقدارها كام؟ 20 تاني مش عشان عشرين متر لكل ثانية. صح كده، هي سرعة منتظمة مقدارها 20 متر لكل ما ثانية. يمشي منتظم. بقول لك 20، تمام، بقول لك 20 السرعة نقط لجسم ما يرقص تحقيقها علميا لا بالراحة. ايه السرعة اللي صعب ان احنا نحققها في العربية مثلا؟ سرعة مين؟ سماش في العربية منتظم. السرعة المنتظمة عموما، انا بقول لك كمثال العربية لأي جسم متحرك. تمام جبتها. تمام، المنتظمة صعب ان احنا ايه نحققها. طيب يلا اللي بعدها. توصف حركة الجسم بأنها منتظمة عندما تكون سرعتها منتظمة، عندما تكون سرعتها متوسطة يا مس. عندما تكون سرعته المتوسطة مساوية لسرعته مين؟ متساوي في سرعته في لحظة. ازاي في لحظة؟
عشان طيب ايه 10 رأيك يا ساعات ياسين؟ أنا مش متأكد من الأول. طيب قول كده ايه الإجابة اللي فكرت فيها؟ لا المتوسطة النسبية. عايز المتوسطة للنسبية. ملناش دعوة بسرعة النسبية دلوقتي، توصف حركة الجسم بأنها منتظمة، حركته منتظمة لما تكون سرعته المتوسطة يعني المسافة اللي مشيها الكلية على الزمن الكلي المفروض إن هي تساوي السرعة بتاعته الأصلية أو الفعلية. تنزل اللي هي السرعة الأصلية، بس أنا مش عارف أقولها إزاي. خلاص تمام ماشي، يبقى كده تمام. يلا السؤال اللي بعده. إذا تحركت السيارة بسرعة منتظمة فقطعت مسافة قدرها 300 متر في نص دقيقة، تكون سرعتها؟ نحول النص دقيقة ل 30 ثانية. تمام معلش أدخل الحمام يمس. تمام يا محمد اتفضل. تمام نحاول النص دقيقة ل 30 ثانية، وبعدين نجيب السرعة اللي أنا بسافر على الزمن، 300 على 30 و10 متر على الثانية. 30 يعني 10 متر على الثانية. ممتاز يا ياسين. طيب ننتظر محمد. فكر في السؤال رقم 13، المفروض ان احنا حليناه قبل كده صح ولا لا؟ تقريبا اوكي فكر فيه قصدي كانت في الواجب؟ لا ما كانتش في الواجب. هي ما كانتش في الواجب بس احنا حليناها وسط الشرح على ما اظن حليناها. كانت فكرة زيها بالظبط. تمام بس هو عين اللي هي فوق الشرطة فوق دي، يعني دي قصده على أي أنهي عين؟ قصدي منتظمة؟ السرعة المتوسطة. تمام. قصدي السرعة المتوسطة لما قلنا نفرق ما بينها وما بين المسائل ما بين قانون السرعة العادية، إن السرعة المتوسطة بنحط لها إيه داش من فوق. طب يلا يا ياسين ابدأ في مسألتك، المسألة بتاعتك. معك أنا يا مجهز برنس محمد. محمد. يلا يا محمد السؤال رقم 12. عندما يقطع الجسم مسافة متساوية في أزمنة، يعني غير متساوية، غير متساوية فإن سرعته المتوسطة لا تساوي السرعة المنتظمة. تمام يا محمد افتح الكاميرا يا محمد. تمام، بس عشان أخوتي جنبي. اوكي افتح الكاميرا. حاضر يا مس. يلا يا ياسين دورك. يتحرك قطارا على شريطين متوازيين في اتجاهين متضادين، فإذا كانت السرعة على القطار الأول كما يلاحظها الراكب القطار الثاني 120 كيلومتر على الساعة، وسرعة القطار الثاني 90 كيلومتر على الساعة، فإن سرعة القطار الأول تساوي، بما إن هما في اتجاهين متضادين، يبقى نجمع السرعة الفعلية وسرعة مرور. مراقب. تمام والسرعة الفعلية بتاعت القطار الأول 120 كيلومتر على الساعة. لا يا ياسين ركز كده. أي ركز شوية هتجيبها. اقرا المسألة مرة تانية هتعرف ان فيها حكاية كده عايزة تتفهم على مهلك. اه صح. بص كده، فإذا كان سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب القطار الثاني 120. تبقى 120 زائد 90. يا ياسين مالك؟ بقول لك سرعة القطار الأول كما يلاحظها القطار الثاني، يعني دي سرعة نسبية. يعني هو أصلاً عطيك السرعة النسبية ب 120. إحنا مش قلنا إن السرعة النسبية عبارة عن جسم يمس بيراقب جسم تاني متحرك؟ تمام، عرفت تمام؟ غلط.
تمام، يبقى كده. فإذا كانت سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب القطار الثاني 120، يبقى المفروض إن السرعة النسبية بتاعة القطار الأول اللي إحنا بنراكبه بكام؟ ب 120. 30. 120 السرعة النسبية، وعندك سرعة القطار الثاني ب 90. أنت قلت لي في البداية إن هما يمس عكس بعض، يبقى المفروض نجمع. يبقى قانوننا بيقول إن السرعة النسبية بتساوي الفعلية زائد مين؟ سرعة زائد سرعة المراقب. هو ممتاز، من هو عاطيني الفعلية، النسبية ب 120، بس السرعة الفعلية تساوي 30. يبقى السرعة الفعلية المفروض هتساوي 30. ممتاز، تمام؟ محمد يلا يفتح الكاميرا معانا. محمد محمد، طيب تمام. يلا يا ياسين السؤال اللي بعده. تمام. السيارة التي تتحرك في اتجاه ما بسرعة 80 كيلومتر في الساعة على الساعة. معاك يا مس، كنت فين يا محمد؟ المايك معلم. طب افتح الكاميرا. افتح الكاميرا يا محمد يلا، ما تعبناش معاك على مهل. ايوه كده، اقعد افتح المايك، معاك القلم والملخص، يلا نكمل. سلام سفتك. السيارة التي تتحرك في اتجاه ما بسرعة 80 كيلو متر على الساعة تبدو سرعتها 30 كيلو متر على الثانية، بالنسبة للمراقب يتحرك بسرعة، يعني المركب يتحرك، السيارة التي تتحرك في اتجاه سرعة 80 كيلو مس هي ما يقول لك فهمتها؟ السيارة تتحرك هو ب 80 بيقول لك كيلو متر على العربية، عندنا الساعة. عربية بتتحرك في اتجاه معين، هو ما حددلكش الاتجاه، قال لك إن السرعة الفعلية بتاعتها ب 80، تمام؟ تبدو سرعتها بالنسبة للمراقب 30، يعني معناها إن السرعة النسبية بتاعتها ب 30. لما يكون المراقب ده إمتى؟ بيتحرك في أي اتجاه وسرعته بكام؟ هي مجرد بس فكرة صغيرة جدا، لو مشينا بخطوات هنجيبها. متحرك عكسها، هي مثل يعني عكس الاتجاه. عكس الاتجاه. ايه رأيك يا ياسين؟ بس لازم يقول سرعة المراقب الأول. المراقب يا مس ساكن، لا هو ملكش المراقب ساكن، هو المراقب المفروض هيبقى بيتحرك. المراقب متحرك، انت تحدد لي هو بيتحرك في اي اتجاه، وتحدد لي كمان سرعته كام. في نفس الاتجاه بس اللي ما تمشي فيه السيارة. نفس الاتجاه، تمام. سرعة كام؟ سرعة كم؟ 30 يا مسك، 30. 30. ايه رأيك يا ياسين؟ مش مش سرعة السرعة في طيب اتجاه. تعالوا ثواني كده، تعالوا اوضحها لكم اكتر. بس انا حليت على انه بيتحرك في عكس الاتجاه، هيبقى سرعته 50 كيلومتر على الساعة. طيب تعالى نشوف كلامنا صح ولا لا. انا عندي عربية بتتحرك، ادي العربية اهي، هعتبر ان هي بتمشي في الاتجاه ده. سرعتها الفعلية 80 كيلو متر لكل ساعة، تمام. قالك ان في حد تاني بيراقبها، تمام. الحد اللي بيراقبها ده هطلع ان السرعة النسبية ب 30 كيلو متر لكل ساعة. هو بيقول لك حدد لي المراقب ده هيبقى سرعته بكام وبيمشي في اي اتجاه علشان النسبية تطلع ب 30. يعني هنقول 30 نسبية بتساوي 80 بس كده، وانت المفروض تحل بقى المعادلة. حط هنا بقى زائد ولا ناقص وحط الرقم. 30 زائد 80 يا مستر. 30 بتساوي 80 ناقص 50، يعني ال 50 30 ناقص منها، بتساوي ال 80 ناقص منها 50 فيها كام؟ فيها 30. طيب 30 القانون ده كان بيكون امتى؟ لما العربيتين بيتحركوا فين؟ نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه. يبقى زي ما قال ياسين، فهمتها يا ياسين؟
تمام. محمد. فهمت يا مس. طيب يلا السؤال اللي بعده. دورك يا مس. ياسين. خلاص. السرعة النسبية لجسم يتحرك في عكس اتجاه حركة المناطق تساوي سنة. مجموع السرعتين. عكس الاتجاه مجموع السرعتين. برافو. يلا يا محمد. معاك يا مس. السؤال اللي بعد رقم 2. رقم 2. ثانية. السرعة النسبية لجسم يتحرك كما يقدرها المراقب الساكن تساوي ثانية بس أفكر فيها وأقولها لك. السرعة النسبية لجسم يتحرك كما يقدر المراقب ساكن، يبقى السرعة النسبية بتساوي ايه على طول؟ المركب ساكن يمس بسرعة نسبية تساوي تساوي السرعة الفعلية. السرعة الفعلية. تمام. ياسين. السرعة النسبية لجسم يتحرك بسرعة أكبر من سرعة المراقب الذي يتحرك في نفس الاتجاه تساوي الفرق بين السرعتين. الفرق بين السرعتين. ممتاز. موضوع سهل هنا. يلا يا محمد، عايزك تحللي انت الجدول ده. في جدول في الصفحة 33 يا مس. اللي بعدها على طول. تمام يا مس. أكمل فراغات الجدول التالية بما يناسبها. بما يناسبها. هو مديك مسافة وزمن، عايز سرعة. تمام. المسافة، الزمن، السرعة. طب أعطيني المسافة بـ40 يا مس، والزمن بـ80. بتمانية، الزمن بتمانية، يبقى السرعة بكام؟ قانون السرعة بيساوي ايه؟ المسافة السرعة المسافة في الزمن. السرعة بتساوي المسافة في الزمن. يا محمد برضو ده قانون تغلط فيه. السرعة على المسافة في الزمن. مسافة في الزمن. ايه رأيك يا ياسين في كلامه؟ السرعة المسافة بتساوي السرعة على الزمن. ايه رأيك يا ياسين؟ إيه؟ عشان محمد خلاص كده انا مش عارفة ماله. سرعة المسافة ثانية على السرعة سرعة في الزمن. الزمن. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. ما فيش غير القانون ده اللي أخدناه لحد دلوقتي. القانون الأساسي معانا السرعة بتساوي المسافة على الزمن. مالك يا محمد مش مركز ليه؟ معاك يا مس والله. أمال ماشي في يا إيه؟ مس. ما ترجع شاطر زي الحصص الأولانية. مالك؟ مالي يا مس. انا بجاوب معاك يا مس. طيب القانون بتاعنا السرعة بتساوي يا مت المسافة على الزمن، يعني المفروض 40 على 8 فيها الكام؟ 40 على 80. على ثانية يا مس الثمانية اكتبها في الآلة. هي الخمسة. 40 على 8 بالخمسة يا مس. طيب يلا يلا يا ياسين حل النقطة رقم 2. مديني الزمن بـ3 ثواني والسرعة بـ2 وعايز المسافة. قانون المسافة هيبقى الزمن في السرعة تمام. اللي هو تبقى 6 متر. 6 متر. رقم 3. يلا يا محمد. ليه يا مس تبقى 60 في 5؟ 60 في 5. 60 يا مس على 5. 60 على 5. تمام. 60 على 5 بكام؟ 12. يس. ال 12 يا يلا مس. 12.
ايوه يلا تمام، 12 فيها ال يوم. 12 يبقى يا مس 60 تمام على 5 فيها ال 12. طيب هنقف هنا علشان هنكمل ان شاء الله الحصه اللي جايه برضو حل على الدرس الاول، وممكن ناخد رسومات بيانيه على الدرس الثاني. تمام، فاحنا هنحل على الوحده الاولى لحد ما نغطي كل اسئلتها، تمام وبعدين باذن الله هنبدا في الوحده الثانيه. اتفقنا؟ تمام يا مس. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.